قارتنا دي بقى هنتكلم من خلالها عن منتخب مصر للقوس والسهم للمكفوفين وعن مشاركاته الدولية. هنتكلم كمان عن كل تفاصيل هذه اللعبة وتحدياتها بشكل عام مع ضيوفنا اللي منورنا، كابتن هديل رسلان مدربة منتخب مصر للمكفوفين لرياضة القوس والسهم، وكمان منورانا صفاء سامي بطلة منتخب مصر لرياضة القوس والسهم للمكفوفين ولاعبة في نادي فروسية الحرس الجمهوري، وكمان المصنفة في المركز التاسع على مستوى العالم. يعني معانا بطلة عالم من حضرات الفقرة دي، منورين الدنيا. صباح الفل عليكم. صباح النور. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ منورانا صفاء. نور حضرتك. سعداء بوجودك ومتشرفين بالانجازات اللي انت بتحققيها، وهنتكلم بقى معاكي في التفاصيل، بس هستاذنك نبتدي مع كابتن هديل والانجازات الكبيره اللي بتتحقق في هذه الرياضه برغم اكيد المعوقات اللي انتوا بتضطروا تخوضوا فيها. تقولي لنا ايه في النقطه دي في البدايه؟ هو اولا رياضه القوس والسهم المكفوفين مفيش فيها اي صعوبه خالص، كل ما الا اللعبه دي محتاجه ان المدرب يبقى عنده طوله بال، واللاعب يبقى عنده ان هو يعني قابليه ان هو يستقبل المعلومه من المدرب. فالاساس المدرب عليه دور كبير جدا عشان يعرف يوصل المعلومه للكفيف. فانا من وجهه نظري ان انا شايفه رياضه القوس والسهم سواء للمبصرين او للناس المكفوفين بصفه عامه هي رياضه الكوتش عليه عامل اساسي، لازم يكون عنده صبر وطوله بال. صبر وطولة بال هيعرف يوصل معلومة لأي لاعب قدامه أيا كان الوضع اللي هو فيه. ليس إلا طب وطبيعة بطلاتنا، تعالي ناخد صفاء شخصيا كنموذج وكمثال، طبيعة البطلات المصريات في الرياضة دي عاملة إزاي ومدى اختلافهم عن المنافسين من دول تانية؟ عزيمة وإصرار، ما أقدرش أقول أكتر من كده. عزيمة وإصرار، ما أقدرش أقول أكتر من كده. طب ممكن يبقى كل عندهم نفس العزيمة والإصرار، بس إيه اللي بيدي الأبطال نحن الخصوصية الشديدة دي دايما؟ الخصوصية إن هو رغم ان في عزيمه واصرار تكون اللعبة مؤمنه من جواها ان هي هتعرف توصل لحاجه سواء لاعب او لاعبه. ممكن يكون عندي عزيمه واصرار بس ما عنديش ثقه في نفسي. فعزيمه واصرار وتكمله ليها ثقه بالنفس بتيجي منين؟ لما المدرب بيوصلها للاعب بيعرف يهيئه صح في اللعبه، بتلاقي تلقائي اللاعب مثلا طول ما هو قاعد في البيت ماشي عمال يفكر في كلام الكوتش بتاعه. مثلا طريقه معينه، مثلا بيقف وهو واقف بيلعب اللعبه، تفاصيل معينه بتبقى بتوصل للمدرب بتروح للاعب وهو قاعد عشان عايز يثبت نفسه، بيقعد يفكر في التفاصيل دي عامله ازاي. فبتلاقي من هنا في ثقه، انا عايز اثبت نفسي للكوتش ان انا المعلومه اللي اداها لي انا قدها، انا عايز انفذ المعلومه دي. فتلاقي قاعد مشغول، غير لاعب تاني لما يروح مثلا يلعب رياضه عادي جدا فور فن، خلاص اخذ المعلومه، خلاص هي مش فارقه معايا كتير. فهو عزيمه واصرار وثقه بالنفس الى ما لا نهايه. عظيم. صفاء بجدد الترحيب بيك، انت منورانا النهارده، وعايزين نعرف منك بقى بدايه كده بدايتك في ممارسه الرياضه دي. هل يعني كانت دي بدايتك القوس والسهم ولا مارستي اي رياضه ثانيه في الاول؟ لا، هو انا اول رياضه العبها كانت رياضه القوس والسهم، انا بلعبها من شهر 3 اللي فات. فكنت عايزه العب اي رياضه تخص المكفوفين، وقعدت ابحث كتير ان انا ايه الرياضات اللي تنفع للمكفوفين، لان طبعا مش اي رياضه تنفع للمكفوفين. فقعدت ابحث ايه هي الرياضه اللي ممكن ان احنا نلعبها ما يبقاش فيها خطوره علينا، ما يبقاش فيها صعوبات علينا. فلقيت دخلت كده على السوشيال ميديا وبحثت، لقيت ان لعبه القوس والسهم بتتلعب بشكل كبير جدا بره، وفي ناس بتنافس وفي ناس بتخش بطولات عالميه. طب ليه انا ما اعملش كده؟ طب اسال هل في مصر بتتلعب اللعبه دي ولا لا؟ دخلت على السوشيال ميديا وكتبت في جروب يعني على الفيسبوك، هل اللعبه دي بتتلعب في مصر؟ دخلت لي مدربه وقالت لي اه فعلا اللعبه دي بتتلعب في مصر في نادي فروسيه الحرس الجمهوري. اتوجه يعني على النادي، اتوجهت للنادي للمدير الفني للعبه هناك، وهو قال لي لا احنا عاملين فعلا فريق للبلايند ان هم بيلعبوا اللعبه دي فعليا. فضمني لي، وكانت من نصيب يعني كابتن هدير رسلان هي اللي كانت مسؤوله عن تدريباتي من اول، من بدايه ان انا دخلت اللعبه دي. جميل. ومركز التاسع على مستوى العالي، يعني برضو عايزين نعرف منك ملابسات الانجاز المحترم اللي انت حققتيه ده، كان في البطوله فين واتلعبت فين ونوع المنافسه فيها كانت وصلت فين؟ هي البطوله اتلعبت في انجلترا. المنافسه كانت، كنا احنا 14 لاعب ولاعبه. المنافسه يعني احنا كانت طبعا دي اول بطوله لينا، اول بطوله عالميه، وحتى كمان ما دخلناش بطولات محليه، كانت اول بطوله عالميه غير ما ندخل اي بطولات محليه في مصر. فان انا اوصل ان انا اخش بطوله عالميه اول ما ابدا من شهر 3 واخش البطوله في شهر 8 كانت بالنسبه لي يعني لازم اثبت حاجه، يعني لازم الكوتش ادتني دعم غير طبيعي ان انا اقدها. يعني حتى انا كنت بقول لا طب ازاي انا هعمل ده؟ لا يعني ثقتي كانت فيها يعني جامده جدا، ان هي قالت لي لا هتقدري. انا جبت مركز تاسع، هو مش مركز حلو يعني، مش هو ده اللي انا كنت نفسي فيه، بس اول يعني كانت اول ليا بطوله واجيب فيها مركز تاسع،
قلت لنفسي برضك انا عملت حاجه حلوه ان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن من المركز التاسع. يعني احنا بنتكلم على مستوى العالم، يعني مركز تاسع على مستوى العالم دي حاجه حلوه قوي، مش مجرد حاجه حلوه، ونقطه انطلاق رائعه ان شاء الله، ممكن شاء الله بعدها توصلي لمراكز متقدمه اكتر من كده كمان ان شاء الله.